اكيد تاريخ محدد هل بتنزل مع الراتب في 20 هذا الشهر عشان الناس تطمن، والمتقاعدين واعدادهم كبيرة جدا وهم يستحقون بأن تصرف لهم الزيادة السنوية بالأثر الرجعي بشكل عاجل وفوري. شكرا مع الرئيسة. نعم سعادة وزير المجلسين تفضل. شكرا مع الرئيسة. يعني أنا لا أستغرب من تساؤل المواطنين ولكن أستغرب من تساؤل سعادة النائب، لأنه قرر في الجلسة السابقة متى سوف تصرف الزيادة، لأنه صوت على المادة الأخيرة التي نصها ويعمل به من اليوم التالي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. واضح كان أصل القانون ياكم القانونين الأهلي والحكومي كان بعد شهر، ولكن مداخلة الأخ سعادة النائب محمد عديس العباسي وتعديل المادة في ذات الجلسة لكي يصبح اليوم التالي لنشره هذا هو التاريخ سلمك الله.